العاشق العزاب الواسات العرايس السمان الرفاق الطوال القصار الشابين والمزعوقين المهم الجزائريين والجزائريات جوزوا وتفضلوا تروحوا معنا دراهم كبار ومش صغير مهدي عشيتكم مبروكة مرحبا بكم احباب العائلة هاد العشية جونا من بشار عائلة زياد والعائلة الثانية للمرة الثانية من عند تيبوش الترحالي وعلاش جاو؟ على بالكم جاو؟ على جال هذيك القفة اللي فيها 100 مليون مرحبا بك باهية واش راكي؟ زارتنا بركة ربي يحفظك جيتوا من بشار إن شاء الله ما عييتوش؟ شوية بعد ليسونسيال راكم بخير الحمد راكم معولين ان شاء الله قدمينا العائله شكون عبله الاخت تاعي استاذه اللغه العربيه عطاتنا كاع لي دي مرحبا بك عبله واش راكي استاذه راكي بخير غايه لاباس الحمد لله شكون لا خير الله يبارك مساعده خيره متقاعده من التعليم و دو ميم طون ممثله بيان سيغ صفقوا على لا خيره أميرة مرت خويا مرحبا بك أميرة واش راكي راكي بخير وسيد أحمد الأخ تاعي تما أخو مع الزوجة لا 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 هذه واحدة أخرى هذه مرت خوه هذه ودرتيها قدام تركزي عليها ولا مرحبا بكم عائلة زياد ونرحبوا بهواري للمرة الثانية مع عند موشد عاود ذكرنا منين بدات دائرة العملية ولات عند موشد دائرة العملية قدمنا علي الممرض قلت خويا الله يبارك نادير ولد اختي اللي عصب بالبطاطا كيف على الحما بنتي هنا بنتك حقا بنتك مزوجه مع واحد من بشار من بشار اسمعوا كاين وحده بالك يا حد العب عسوا هذه واقيلا لا حد العب الكبرى اكيد جابوا لي الخبر جابوا لي مديره داروا لوكيت عليك وامينه اختي الله يبارك الله يبارك الله يبارك ولدها الله يبارك وربحتوا المره اللي فاتت 2,920,000 هذا ما كان راكم معولين على 100 مليون هواري ما هي كي واش دا يلا المرحله الاولى مرحبا بك هواري واش راكي صافا الحمد لله باهية الو انت فاش تخدمي جيستيون دو مال لوجيستيك في موبيليز اها وعندك هواية باهية عندي كنت نحب الهوم ها تحبي الهوم حبستي درك صيبو لا 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 مليح الهوم كنت قائد في فريق تاع موبيليز عندنا كجمعية جمعية ولائية في الشركة تاعنا اها كنت قائد في الفريق قائدة خلاص حبستي واسكو راك ديري سبور واحد اخر ولا لا ميم با اونترينمون ميم با ولا مارش وداك الخدمة بزاف اي مليح 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 على مارش انت باهي ما تمشاش تمشى 100 ترا في النهار ويا ربي ما تمشاش خلاص حبست شوية سبور ولا خلاص حبست شي مليح واحد يحبس سبور لازم تتمشى خدمه ايه الخدمه عندك بزاف خدمه ولا 10 هاك رئيس سبور ايه لا مارش خير من سبور لازم بون نذكروا باللي انت تخدم في البلديه العمريه واش دور حكم ان شاء الله واش هي اول حاجه تخمم فيها كي نقول لك اسنان سوسه السوسه 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 ماشي طوب اجابه دونتيس طبيب اسنان سي بون مديره تفهم كلش الطبيب الاسنان تخافي طبيبه بزاف تخافي الدونتيس تخافي عبله واش هي اول حاجه تخمي فيها كي نقول لك السنان دونتيفريس معجون الاسنان الدونتيفريس قالوها 100 جزائري ما قالوش عندك الحق بالك كنت تهضر عندك الحق مي ما قالوهاش لا خيره واش هي اول حاجه تجيك في البالة كي نقول لك الاسنان البرا تاع البرا تاع الانستيزي البرا يا يما البرا تاع الانستيزي شحال توجع لا ما قالوهاش عندك الحق ما قالوش تشاوروا عائلة رحالي اميره تسوس السوسه ها سوسه تسوس ايدي
السوسه هاي السوسه. امينه امينه، واش هي اول حاجه تخمي فيها كي نقول لك السنان؟ شتينا بالحلويات. شتينا بالحلويات. بلومباج. بلومباج. فم اصطناعي. فم اصطناعي. فم اصطناعي. فم اصطناعي. قالت لك المديره هدا ماشي واش تقول؟ بلومباج. بدلتو بلومباج. البلومباج. لا لا ماشي بلومباج. مبروك 58 عائلة زياد. تفرميش. البيبي الفم القرش الخفاف. الخفاف عباك معلش الخفاف كي الطفل يزيد السنان يديروا له الخفاف مع باش يلاه عندكم هذه العاده في بعض المناطق يديروا له الخفاف يقطعوا على راسه باش يخفف يا 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 يا. المهم راكم بديتوا بالعقل. ها يا عبله عليك واجد المرحله الثانيه. صافا لازم تعبزي هنايا. صح. واش راكي؟ لاباس. صافا الو انت يا استاذه لغه عربيه في الابتدائي. اش عندك تلاميذ عبله؟ درك راها افواج. ايه بصح تقريبا شحال من فوج عندك؟ 12 شحال عندك ما عندك شو؟ حنا الصحراء عندنا اكتداد. ايه عندكم بزاف الغاشي. شفي عليهم كاع؟ شويه كاين زوج ولا ثلاثه ما نشفش عليهم. زوج وكات هذا ما كان بصح كاملين نشفى عليهم راني معاهم. يا بيا انت كنتي انت كنت مجتهد كي كنت صغير. شويه باين كنت مشاغب. دونك هو فرملي غير متزوج تخمم ما جاب ربي هذيك الخاتم. راني نخمم في الزواج. تمعني مع على بالي ما كنتش مليح. ايا واش دير حكا بلا علي. اذكر فاكهه فاكهه نخدم بها عصير. سيترون. ليمون. الليمون. الليمون ماشي طوب اجابه. برتقال. البرتقال. دوك نشوفوا البرتقال. البرتقال طوب اجابه. راكم مليح تقدروا تربحوا لا خيره. ذكري فاكهه تخدمي بها عصير. فاكهه وحده. فاكهه اعطيني فاكهه. فاكهه وحده ديري بها عصير بالك تهضروا. فاكهه. فاكهه اعطيني اسم فاكهه. خدم البانان اللي كاع لي فخوي. وحده وحده بانان قلتي بانان. 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 موز وحده. الموز. فاكهه. فراوله. الفراوله. فريزه. اذكر فاكهه الفريزه. الفريزه راكم ملاح. ما تهضروش برك. سيد احمد. التفاح. التفاح. اذكر فاكهه نخدم بها التفاح. كملي لنا هذا عصريهم. كيوي. الكيوي. الكيوي قالوا 100 جزائري وجزائريه. بدات تغلى شويه الحاله. عبله. اناناس. اناناس. الاناناس قالوا 100 جزائري وجزائريه الاناناس. لا 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 راح علي تشاوروا بلاكو. عاودي شتي هذيك هذوك الفاكهه اللي كانوا زيدي لي واحده اخرى. اذكري لا 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 لا, لا. اذكري فاكهه نخدم بها عصير واحده اخرى. قلنا البنان ودوكا واش تقولي لي؟ فراولة. فاكهة واحدة أخرى. كاين الفريزة، الموز، الليمون، التفاح، البرتقال. يا بقيتي بزاف لا خيرة. أمينة. اذكري فاكهة نخدم بها عصير. العنب. العنب. خوخ. الخوخ. خوخ. 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 فهمت؟ خوخ. شو يدير؟ الخوخ أغلبية. أغلبية. الخوخ. الخوخ يروح هنا ولا يروح هنا؟ الخوخ. لا! عائلة زياد. 83. العين كانت عندكم العنب. المانجو. المانجو. المانجو بس انتم الصحراء يجيكم تجيكم مانجا يجيبوها لكم يعني وشويه رخيص علينا هنا. يجيب لكم النيجر في اطار المقايضه يجيكم باسعار خير. نورمال ما تخمونها. معليش معليش 140 لعائله زياد. انت عصب ذي البطاطا تخشخ المزار وارواح المرحله الثالثه مع لله خيره والاجابات مضروبين في زوج. مرحبا بك لا خيره. واش راك نادر؟ الحمد لله. الو انت عرفناك في التمثيل لكن انت متقاعده كنتي في التعليم. في التعليم. التعليم. فوالا. شحال جبتي من الدراري لله خيره؟ 10. 10 سبقوا على خير. الله يبارك.
الله يبارك الله يبارك. شحال مزوجين وشحال متزوجين؟ راه خمسة و... قعدوا خمسة مازال ماشي مزوجين. وعندك العراي ساكنين معك في الدار؟ عندي واحدة. لا وحدها. كاع وحدهم ما كاش ما يديروش 16 عندك؟ لا ما كاش. لا انا نشرف عليهم تهلا فيهم برك. تهلا من بعيد؟ من بعيد. ما تحبيش تقعدي قوسطوك تحبي تهوي راحتك و... سي خير عندك الحق. عندك الحق انت يا ما زلت صغير والله. اداوي جيت الدنيا. الو انت طالب جامعي و دوزيام اني ليسونس هيدروليك. فوالا في عينك عندك كونت انستغرام؟ فيسبوك كاين. عندك عندك كونت فيسبوك؟ لا لا ما تحبيش. عندي كلش. عندك فيسبوك؟ خيره في حوسوا عليك هذا الطنجره كافيه. عندك بزاف لي زامي جيرانك؟ عندي كل شيء عندي. الله يبارك الله يبارك. واش دور حكم ان شاء الله؟ ما تقوليش عندك تيك توك؟ لا لا خصك لا تيك توك. تيك توك مازال ما درتهاش. ايه لازم هذيك مازال لازم كي تروضي تشطحي في تيك توك. هذا مازال هذا مازال لك. هذا واش خصك غير هذا خاصني هذا خاصني. ايا واش دور حكم؟ اذكر نوع من الحوتة يتسربى يعني نوجدوه في المطاعم. كروفات. سردين. لا لا مازال 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 الكروفات. الكروفات ماشي طوب إجابة. واش قلتي لي؟ سردين. السردين 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 طوب إجابة. تفضلي 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 تفضلي. بان كنت تهضروا ما تهضروش. الكروفات السردين أميرة. كالامار. الكالامار. أذكر نوع من الحوت تسربى في الريستورو. الكالامار ما ياكلوش هادو ميام الجزائريين. جزائريين وجزائريات سقسيناهم في العاصمة في بسكا في قسنطين في وهران. سيد أحمد طونة. طونة الطون الطونة. دوك نشوفوا الطون. أكملة راكملة باهية سلطان داك بحكم احنا رانا في الصحراء. ايه معليش يقولي لنا كيفاش عامل دوك نحوسو نعاونوك. تاع سلطان كي نقول له كيفاش تحس عندها كي هكا ما تهدرش ما كي مقصيده سي بون. هاوي هاي سي بون سي بون. قالت لك لو كراب الكراب الكراب ما واش ما تكون حكم لا صاي. ايه على بال تشاوروا عائله الرحالي. عبد نعاود لك السؤال. ميرلون. الميرلون الميرلون اذكر من النوع من الحوت يتسربى في الريستورون. الميرلون الميرلون المرنوز الميرلون. اني وليت لك لا خيره زيدي تذكري حوته وحده. الروجي الروجي مليح الروجي الروجي اكمل. اميره كملي الحوته وخلاص يلا. حوته واحده اخرى اذكر نوع من الحوت يتسربى في الريستورون. يلا اميره بلسه. اي هاي بايلا. يا 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 حوته 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 حوتة تتسربى في ريستورا مينا. سيبيا 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 يا سيبيا يا سيبيا با سيبيا سيبيا. قالوها مية الجزائري. لا ما قالوهاش. 325 عائلية زياد. الإسبادون ما تذكروا عندكم الحق. سيبيا بس الإسبادون أكثر من سيبيا. يا 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 مازال باش تعطوا لهم دراهم. مازال مديره واش بيك واش بيك هاك مقلقه اليوم. 466 نقطه هديه ولا كانت تقل النقطه نجوزوا ل 325. هي غير تخلط اي تلعب بلا كالكولات. اميره الان الاجابات مضروبين في ثلاثه وهنا جاتك وعره انت يا مع نساب كيفاش ديري يا خا انتوما بعثتوها هادي دوك تخسركم باينه. هنا المرحله الثالثه والاجابات الرابعه والاجابات مضروبين في ثلاثه. مرحبا بك اميره. هنا واش راكي اميره؟ الوغ اميره انت قاعده في الدار عندك زوج دراري واسمهم ولادك؟ فضيله غفران ووسيم علي. وسيم مليحة معاك عجوزتك؟ الحمد لله مبينة هايلة. غير تضحكوا معاها. أمي معاها فيسبوك. ما
شكون ايش دير لي ستوري يا بناتي واحد طيب لكم معايا انت من تسمى عايت مشات عمريه فوالا وزوجك من بشار بصح عايش في عمريه ايه عايش في عمريه بصح فاميلتو كاع في بشار تسمى بشار بشار يا اخي ماشي جيران ولا واش دور حكومه اذكر مهنة فيها الخلصة والخلاص مليح طب الطب مازال الطب ماشي طب إجابة أميرة صنع الغاز اللي يخدم في شركة الكهرباء والغاز اللي يخدم في شركة الكهرباء والغاز لا تفضلوا 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 اسمعيني مليح اذكر مهنة فيها الخلصة مليحة أمينة صيدلي ها صيدلي صيدلة الصيدلة الصيدلة ذكرها مئات الجزائر والجزائرية لا لا هو ري رئيس الرئيس الرئيس خلاص مليح لا تشاوروا عائلة زياد علي مدير مدير قالوها مئات الجزائر والجزائرية المدير طب إجابة راكم لا 138 نقطة نادير وزير 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 قالوا همية الجزائر الوزير المدير 213 دفع لكم هنا مهندس 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 قالوا همية الجزائر والجزائر يا مهندس لا سيد أحمد واحد يخلص مليح أنا جاي للأخير قولي رئيس خلاص قالوها ما خرجت ما خرجت البرنامج البرنامج اذكر مهنة فيها الخلصة مليحة سوناطراك مالي الشركة هذا بصح وش انا قلنا المدير مدير في شركة وش يخدم وش يخدم وش يخدم وش مدير شركة تاع سوناطراك هاي المدير هاي مكتوبة المدير أميرة مفتش مفتش البرلمان في البرلمان برلماني وزير وزير ها وليك قالوها ومكتوبة جوار جوار هاي يخلصوا بيا سيفري تاع الصح سيفري دوك انا ما على باليش زعما يقولوها جوار باهي قالت لهم جوار 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 يخلص لا ديسيديتي باهي قالت لهم جوار جوار ما تعطوش كاع معايا قالوها جوار ولا ما قالوهاش 100 جزائري وجزائريه انا قالت لهم جوار وخلوني الاخر جبد لها في دراحه الطيار كذلك الطيار الطيار يخلص منه يخلص يخلص 580 لعائله زياد سببكم هنا نحرشكم هي 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 شراو الجوار اوتوكا يعطيكم الصحه عائله رحالي نادر علي سيهواري وإن شاء الله مازال يمات الله وربحتوا 2,920,000 روحوا كلهم حوت ولا يعطيكم الصحة سبقوا عند العائلة ما احنا تلقوا في الفينال تلعبي بيان باهية ماشي غير في التيرة تلعبي حتى هنايا 5,800,000 هذا واش ربحتوا لكن جيتوا باش تربحوا 100 مليون وباش تربحوا 100 مليون لازم منكم 200 نقطة ولازم منكم طوب إجابة طوب إجابة الأولى تجيب لكم 10 طوب إجابة 33 44 5 100 مليون شكون راح يتفضل معايا فهمتوا هاي جات تلعب تجري يلا باهية وعبلة يلا يلا عبلة تحبي الموسيقى واش من الموسيقى لي جات الراي الراي ديروا لها الراي ديروا لها هاي صرعوها شوية بالراي تفضلي راحي تفضلي دوك يطروا الشوك 20 ثانية 5 أسئلة إلا حصلتي في واحدة قولي لي نجوز نفوت داكور إن شاء الله باش ما نضيعوش الوقت داكور ماشي مشكلة بربح إن شاء الله طب واش تلقى في مزرعة من غير الحيوانات؟ الخضرة واش اللي يفكرك بالأمراء والملوك؟ الباص واش تدي في يدك كي تزوري مريض؟ بوكي تعور في واش تخمم كي نقول لك ساندريلا ساندريون؟ صباط واش تحتاج باش تحضري الطمينة؟ هذا القمح واش اللي يفكرك بالأمراء والملوك؟ الفخامة يا راحتك معليك معليك دوك نشوف واش تلقاي في مزرعة من غير الحيوانات؟ مثل الخضرة 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 ما قالوهاش 100 جزائر جزائرية
واش اللي يفكرك بالامراء الفخامة. والملوك الفخامه الفخامه ما لحقتي لهاش هنا تجوزتي بشويه الوقت واش تدي في يدك كي تزوري مريض بوكي ورد بوكي تاع الورد الورد شحال راح يجيب لك 24 نقطه حبي يقول ماشي طوب اجابه في واش تخمم كي نقول لك سندريلا سندريون صباط دارت حاله بهذاك الصباط الصباط تاع سندريلا صباط طوب اجابه 10 ملايين زائد واش ربحتو الى لحقتو ال 200 لازم واش تحتاج باش تحضري الطمينه القمح القمح إجابة يعطيك الصحة ربي حمد. يعطيك الصحة 20 مليون إلى لحقتوا ال 200 إن شاء الله هيا بعتوا لي عبلة تفضلي عبلة بدلوها ما داروكش الراي دار لي فرنسي يعطيك الصحة 25 ثانية خمس أسئلة إذا سمعتي هذا الإشارة بالك صح أعطيني إجابة واحدة أخرى ولا قولي لي نجوز ما تغيسيش عبلة صح. بربح إن شاء الله طب واش تلقى في مزرعة من غير الحيوانات راعي واش اللي يفكك بالأمراء والملوك تاج واش تدي في يدك كي تزوري مريض فاكية في واش تخمم كي نقول لك سندريلا سندريون صباط لا روب واش تحتاج باش تحضري الطمينة القمح سارينا سكر هاتك الصحة يا عبلة يا ضرا واش تلقى في مزرعة من غير حيوانات شوفي واش جابت باهية زوج طوب إجابات هي قالت الخضرة وتيا الراعي البير تراكتور البير هما طوب إجابة والبيرة واش اللي يفكك بالأمراء والملوك تاج التاج هذا التاج راح يجيب لك شحال التاج التاج طوب إجابة 30 مليون زائد 5 ملايين 800 الى لحقتو ال 200 واش تدي في يدك كي تزوري مريض فاكهه الفاكهه الورد الفاكهه 100 جزائري وجزائريه قالوا الفاكهه ولا ما قالوش 40 مليون زائد واش ربحتو في واش تخمم كي نقول لك سندريلا سندريون صباط ولا لا لا غوب لا غوب دوك نشوفوا لا غوب شحال تجيب لنا 174 نقطة لا غوب 10 184 ناقص 200 شحال يساوي؟ يخمموا شحال يساوي؟ قلت 16 سيدي احمد فواش تحتاج باش تحضر الطمينه طوب اجابه القمح انا نعرف طيب طمينه انت تعرفيها نديروا القمح نديروا العسل ونديروا الدهان ولا الزبده ولا اللوز ولا القرفه نديروا السكر في انت بصح 100 جزائر جزائريه في بسكرة قسنطينة والعاصمة وهرن قالوا السكر يا 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 كنتي توب والله كنتي توب لا لا ماشي الفارينة القمح هادو ما كاع في وحدة يا يا دوكا العسل دوكا عسلتيها كديتو 100 مليون معليش معليش عائلة زياد الله خير تفضلي هنايا شوفوا عندكم 5 ملايين 800 تولوا ولا ما تولوش تولوا ما لا ولوا حتى حنا نولوا الله يفرحنا بلادهم حصلوا يا بلادهم